اي بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيلة متكاملة جامدين واسطورة، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصورة. بدأنا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا المئة الف وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، ايوه يا ابطال، انا المفروض ان احنا يا ابطال بصراحه عملنا فيديوهات كتير قوي عن موضوع الفويس شات. عايز اقول لكم يا ابطال كميه مقاطع بجد يا ابطال عملناها عشان نفعل الفويس شات وبرضك ما نجحناش. منهم يا ابطال المقطع ده، ومنهم كمان المقطع ده، ومنهم المقطع ده والمقطع ده. وعايز اقول لكم ان في حاجات كمان نسيناها. معنى كده يا ابطال احنا حاولنا كتير جدا جدا جدا، ولكن يا ابطال اللي جاي باذن الله هيكون احلى. ان احنا يا ابطال دخلنا على السنه الجديده وهي سنه 2023. كل سنه وانتم طيبين يا ابطال، وبجد بجد انا فرحان من كل قلبي يا ابطال انا دخلت السنه واحنا كلنا مع بعضينا. اتمنى يا ابطال ان ربنا يسعدكم وباذن الله اللي جاي احلى. المفروض يا ابطال دخلت على تويتر وكتبت فويس شات روبلوكس. زي ما انتم شايفين يا ابطال جالي حاجات كتير قوي وناس كتير جدا يا ابطال بتتكلم عن موضوع الفويس شات، وصادفني كمان يا ابطال صور كتير جدا لناس بتعمل حساب جديدة وبتفعل فيها الفويس شات عادي جدا. زي ما انتم شايفين يا ابطال مكتوب استمتع المستخدمون بلعب الالعاب على منصة لعبة روبلوكس، وقد عززت ميزة الدردشة الصوتية هذه التجربة. في معظم الحالات اللي تم فيها تعطيل الدردشة الصوتية يجب عليك التحقق من عمرك عشان ترجعها تاني. يعني بيقول لك حسابك او حسابك مثلا اتعطل فيه الدردشة الصوتية وهي اصلا كانت شغالة عندك، فالمفروض اللي انت تروح تاني وتتحقق تاني من عمرك عشان ممكن للعبة روبلوكس يعني يكون حصل فيها مشكلة كده ولا كده. غير لما جيت نزلت اكتر واكتر لقيت بصراحه في فيديوهات كتير يا ابطال انتشرت على الفويس شات والفتره دي على فكره. وخلي بالك يا ابطال المقطع اللي انا مشغله ده يعتبر مقطع اجنبي، معنى كده يا ابطال ان الاجانب عندهم لسه شغال عندهم الفويس شات. ولكن يا ابطال مش هي دي الفكره خالص، اكيد مش هو ده الموضوع اللي انا جاي اتكلم عليه. زي ما انتم شايفين يا ابطال المفروض ان الشخص ده كاتب حاجه وبيقول لك هناك ايضا اعدادات خصوصيه روبلوكس زي تقييد ما يمكنه الدردشه اللي انت تعطل الدردشه بتاعتك، بيقول لك او تعطيل الدردشه الصوتيه التي لم يتم تمكينها في البدايه، او من المحتمل تقييد تقييمات الالعاب، وهو ما قد يكون هو ده تقريبا احدث حاجه. والمفروض ان الشخص زي ما انتم شايفين يا ابطال بيختبر الحساب عنده وبيشوف فعلا هل هتشتغل عنده ولا ايه. طبعا المفروض يا ابطال الشاشه دي ليها علاقه يا ابطال بموضوع اللي انت تفتح الجوين والسيرفرات الخاصه والناس اللي تدخل معاك وكده لما تيجي تلعب. طبعا يا ابطال البرايفسي دي يا ابطال بردك ليها علاقه بالتحقيق اللي انت تتحقق يعني في العمر وكده، واللي انت تقفل الرسائل ومحدش ابدا يقدر يبعت لك. تمام، وهنا يا ابطال طبعا عارفينها تمام السكيورتي والبرايفسي، وهنا بيقول لك هنا بتبدا يعني من سيتنج وي يعني كالاتي بقى انتوا عارفين. ناس كتير قوي يا ابطال بتقول لي يا بلال انت كل شويه بتقعد تعمل فيديوهات وتقعد تقول لنا هتفعل ومش هتفعل وفي الاخر ما بيحصلش حاجه ليه يعني؟ انا يا ابطال بحاول اجيب لكم معلومات جديده، لان انا يا ابطال ما انا من زمان ممكن كنت اول ما عرفت المعلومه كنت اطلع اقولها لكم وكان يشتغل عندكم وما كناش هنعمل مقاطع تاني عن الموضوع ده. ولكن يا ابطال انا بقالي كتير جدا فعلا ما بعملش مقاطع عن الموضوع ده، وعشان كده يا ابطال اخترت الوقت المناسب ده بدخول السنه الجديده ان احنا نعمل مقطع عن الموضوع ده ونشوف فعلا الموضوع ده هيشتغل عند العرب كلهم زي ما قالوا في بدايه السنه ولا لا. فمحتاج يا ابطال منكم كل كومنتاتكم تنزل تحت دلوقتي في الكومنتات وتقول لي يا ابطال هل فعلا اشتغل عنده ولا لا، وقول لي انت من اي بلد. المفروض يا ابطال لو دخلنا على السيتنج بتاع الحساب وبرايفسي المفروض يظهر قدامنا حاجه اسمها بيتا فيوتشرز. المفروض يا ابطال نلاقي انيبل فويس شات، وهي دي الرساله اللي بجد احنا عايزينها. الموضوع يا ابطال مش صعب بصراحه، وانا شايفه ان هو سهل، ولكن يعني يلا يا لعبه روبلوكس بقى شغليها. يعني انا ماليش دعوه، انا مجرد يوتيوبر بنقل الاخبار، ولكن والله العظيم يا ابطال لو انا ليا ايد في الحاجات زي دي يعني بصراحه انا اول واحد اشغله واشغله عند العالم كلهم والله عادي مش هيفرق معايا. ولكن يا ابطال نفسي جدا بجد يشتغل. وفي ظل يا ابطال ان في مابات كتير قوي بتتعمل، اتعملت ماب غريبه قوي ليها علاقه بالفويس شات، والماب دي يا ابطال اسمها فويس شات فرنسا. ايه فويس شات فرنسا دي؟ مش عارف، ولكن حاجه ليها علاقه يا ابطال بالفرنسيين، وزي ما انتم شايفين قدامكم هي دي يا ابطال الماب. زي ما انتم شايفين يعني في 766 واحد حاططها في الفيفوريت، 27 واحد داخل جوه، وعلى ما اعتقد انهم كلهم فاتحين الفويس شات جوه. خلينا ندخل ونجرب حظنا يا ابطال. المفروض يا ابطال دلوقتي حالا الماب بتدخل وهنشوف يا ابطال شكلها بجد هيبقى عامل ازاي. متحمس جدا جدا ليها. هو انا مش عارف ليه بصراحه يا ابطال جد دخلت على الماب طلعني، لان من الواضح اللي هو بيقول لي المفروض ان الماب دي معموله خصيصا للناس اللي فاتحه عندها الفويس شات. يا سلام على العنصريه، ايه يا جدعان الجو ده؟ والله
العظيم حرام يا جدعان، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يعني انا بصراحه مش فاهم، يعني اتمنى ان هم يصلحوا حاجه زي كده، يعني بجد مش هتدخلوني؟ واضح كده ان انا فعلا اتطردت من الماب. لعبه روبلوكس بصراحه ابطال بقت فيها حاجات غريبه قوي الفتره الاخيره. ايه اللي يخليها يا ابطال ما تفعلش الفويس شات بسرعه رهيبه كده وتخلي التحديثات تجري ورا بعضيها؟ ونتفاجئ يا ابطال لان في لعب جديده قوي بتطلع، وبجد بجد الناس زهقت وعايزه بقى حاجات جديده. ولكن بصراحه انا بحيي لعبه روبلوكس على حاجات كتير قوي غير يا ابطال، اللي هم بصراحه يعني بيهتموا بان هم يصنعوا مبات، الديفلوبر الناس اللي بتصنع مبات، ودي بصراحه حاجه عجباني جدا وبسطاني. مبات جديده يا ابطال بتطلع وحاجات حلوه قوي، غير بقى ابطال الهاكرز والحاجات اللي بتحصل دي. لان يا ابطال عادي في ناس كتير قوي بتحب تلعب مبات وتحب الهروب من معرفش ايه وحاجات كده كتير. فابطال بصراحه انا بفكر فتره كده والعب شويه مبات يا ابطال، وعايز اقول لكم بجد بجد يعني انتوا ما تعرفونيش في المبات. ها انا لو عايز اختم اي ماب هختمها وسو ايزي، واخد كل الشهادات بتاعتها كمان. يعني ممكن فتره كده يا ابطال نحاول نلعب مبات يا ابطال كده جديده، تمام، ونعمل اسرار وحاجات كده فيها. بصراحه الموضوع هيكون حلو، عشان برضك يا ابطال محتوى ما يكونش تحقيقات وبس. اتمنى يا ابطال تكونوا فهمتوني، ويكون يا ابطال فيديو النهارده عجبكم. واتمنى برضك يا ابطال ان لعبه روبلوكس يعني تهتم بينا شويه، وان الفويس شات يشتغل في اقرب وقت. ويعتبر بس كده يعتبر فيديو ده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده يا جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه يلا ولا